من العظماء من يشعر المرء في حضرته أنه صغير، ولكن العظيم بحق ومن يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء خدمة للجميع وليس لشخصه. هذا الصنف المبحوث عنه في يوم الانتخاب. ويقال أيضاً أن إرضاء الناس غاية لا تدرك إلا عند هذه السيدة العجوز التي قررت كسر القاعدة وصوتت على الجميع بإلحاح. هنا كانت بداية مفارقات المحليات، تواصلت بعدها بصناعة حكومية غريبة، فالحكومة التي رفعت مطولاً شعار عصرنة الإدارة لم تطبق الشعار أفقياً على مستواها. الانتخاب كشف بأن الوزير الأول لا يمتلك بطاقة التعريف البيومترية ولا يزال وفياً للكلاسيكية بطاقة وآليات. شأنه شأن وزير السياحة سابقاً عمار غول الذي اختار معسكر الكلاسيكيين ببطاقة تعريف عتيقة، عكس وزير النقل الحالي الذي حضر للانتخاب بدون وثيقة إثبات هوية مستنجداً ببطاقة الناخب وحيدة بتنازلات وزارية. النزعة الكلاسيكية تدعمت كذلك بتصريح للأمين العام للأفلان الذي عهد الانتخاب منذ 1967. من 67 نأدي الواجب تاعي. أول انتخاب ديمقراطي تعددي، لا مش تعددي، أول انتخاب كان في 67 5 فبراير. اللوك الذي ظهرت به الحكومة لم يمر بعيدا عن مظهر هذا التلفاز المجاور للويزا حنون ومساعديها الوفيين لتقديم الخدمات. إلى غاية تكسير وزير الفلاحة للصورة باصطحابه زوجته للاقتراع في مظهر غير معهود. الانتخابات التي كشفت عفوية الحكومة أعادت الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون إلى الواجهة، لكن بجواز سفر دبلوماسي أحمر وأقتم من رخصة سياقة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة يوم الانتخاب، وجعلت وزير الداخلية في حالة انتظار مواطناتية. أما تيار المعارضة لم يتوقف عن الصدام حتى هنا. هادشي دار متخلفة، قالك راه ندير سجل إلكتروني. نهاية المفارقة كانت بصبغة سياسية بعلامات تعجب مبنية للمجهول. حزب العمال مترشح تاعكم ها؟ مترشح تاعكم تاع حزب البلدية؟ مترشح الحزب والله ما أنا بنش اسم تاعك تاج تاج مترشح تاعكم والله حامش ورقب حزب حامش مترشح تاعكم تسمى مترشح مترشح البلدي تاعكم شكون؟ راني حاسب شحال شي اسم حماس تاع الولايه شكون؟ مترشح تاع الولايه مترشح تي دبل مترشح حماس وسعيد حزب العمال اعطيك مترشح ثاني جرور ومختار تاع الولايه تاع الولايه